رمضان فرصة للشفاء، لتغيير بعض العادات الغذائية والروتينية للحفاظ على صحتنا بشكل أفضل. رمضان فرصة للشفاء، برنامج يأتيكم طيلة شهر رمضان، يقدم نصائح وإرشادات صحية وتغذوية مع أخصائية التغذية آية الفار عبر أجيال. مرحبا، اليوم رح أجاوبكم على استفسار كتير بينطرح علي: مين الأفضل، البروتين الحيواني أو النباتي؟ فعلياً المصادر الحيوانية مثل اللحوم، الدواجن، الأسماك، البيض والألبان تحتوي على بروتين قيمته البيولوجية أعلى، يعني الجسم بيستفيد منه بشكل أفضل، وبيحتوي على كل الأحماض الأمينية الأساسية لحتى يصنع البروتينات اللي جسمنا بيحتاجها للعديد من الوظائف الحيوية، مقارنة بالمصادر النباتية للبروتين مثل البقوليات، البذور، المكسرات والحبوب الكاملة. اليوم رح أشارككم بعض النصائح اللي بتساعدكم تاخدوا أفضل قيمة من المصادر النباتية، تحديداً الحبوب الكاملة والبقوليات، واللي مرتبطة بفوائد مهمة جداً لصحة الجسم وتقليل فرصة الإصابة بالعديد من الأمراض مثل أمراض القلب، خفض مستوى الكوليسترول، بعض أنواع السرطانات، خسارة الوزن وغيرها. وكمان ضروري نتذكر إن تكلفتها المادية كتير أقل وممكن تنحفظ لفترات طويلة. الخلط بين أنواع مختلفة من المصادر النباتية بالوجبة الواحدة من الطرق السهلة لنضمن حصولنا على كل الأحماض الأمينية الضرورية لتصنيع البروتينات المختلفة. فمثلا نعمل مجدرة عدس وبرغل أو برز بني أفضل من مجدرة الأرز الأبيض. وبتعرفوا إنكم ممكن تاخدوا بس 30% من مصادر البروتين بوجبتكم من المصادر الحيوانية زي اللحوم والدواجن والألبان، والباقي مصادر نباتية. فمثلا ممكن نزيد كمية الحمص بالقدرة ونقلل كمية اللحمة، وبهاي الطريقة رح تكونوا أخذتوا احتياجكم الكامل من الأحماض الأمينية بدون ما تاخدوا كمية عالية من البروتين حلواني، واللي هو مكلف مادياً وبنفس الوقت مرتبط بارتفاع الكوليسترول ومستوى الدهنيات والعديد من التأثيرات على الصحة. شكراً لاستماعكم لحلقتنا من برنامج رمضان فرصة للشفاء عبر شبكة أجيال الإذاعية، وبتقدروا تسمعوا كل حلقاتنا من خلال بودكاست البرنامج على الموقع الإلكتروني arn.ps. رمضان فرصة للشفاء، لتغيير بعض العادات الغذائية والروتينية للحفاظ على صحتنا بشكل أفضل. رمضان فرصة للشفاء، برنامج يأتيكم طيلة شهر رمضان، يقدم نصائح وإرشادات صحية وتغذوية مع أخصائية التغذية آية الفار عبر أجيال.